السلام عليكم ورحمة الله. نستكمل ما بدأنا في الدرس السابق، نتحدث عن طريقة العمل موديلنج للموتو جي باور نسخة 2021. هتبقى لدينا فقط الإضافة الماتيريال الكاميرا الأمامية، فهنأتي هنا في الإيديت مود، فاختار هنا هذا الفيس، تأكد المكان السليم، نظهر الريفرنس جي في الزي هكذا واكسترود في الزد اكسس. ممكن نضيف ده يكون سيركل، جي في الواي. دلوقتي بقى مش هنضطر ان نحذف البيفل، السبديفيجن هيكون معانا، ولكن البيفل هنحذف البيفل. ثانيا ايضا هنضيف بعض هنا اللوب، فاذا هنضيف هنا لوب ده كده بعد السبديفيجن سيرفيس. Subdivision of 2 and this of 3. طيب بعد كده أصبح عندنا دي الكاميرا الأمامية، طيب في الفرونت فيو نختار الكل يو بروجكت فروم فيو، هنأتي هنا هنسمي هنا body بالنسبة للماتيريال، فيها هيكون في عندنا تلات ماتيريال، للسكرين وللبوردر، البوردر هيكون ميتال. إذن ده عفوا ده كده بوردر، بعد كده هيكون في عندنا سكرين، وفيها هيكون عندنا الباك سايد اللي هو في الخطوط باك سايد. نبدأ أولا بالبوردر، هيكون عندنا ده ميتال، الرفنس وليكن 0.1، نحاول نقلل الرفنس لو القيمة غير مناسبة. وبالنسبة لي الفاليو هي قريبة من هذا اللون، ده كلام سيء، ولكن السكرين هنضيف هنا image color image texture في اللوجو، اختار اللوجو دي الصور للreference، خلينا نختار هنا هذه الصورة، يفضل لو الصورة جودة عالية لكن نجرب هذه الصورة، وطبعا نختار الفيزز هذه control plus أو نذهب هنا ده كله هيكون سكرين. بالنسبة لي الإيمج هنختار هنا UV Editor ونختار الصورة هذه، يو بروجكت فروم فيو،
بالنسبة لي الشاشة هنا ده هيكون جلاس بيور جلاس رفنس زيرو، الكالر لازم يكون 100%. هقول ان ده كده 1.52، لان كل ما زودنا الاي ار كل ما كان ان السيكنس للجلاس اكبر. بعد كده طبعا عندنا الازرار، فاحنا خلينا نضيف هنا السب ديفيجن وهنا ايضا سب ديفيجن، ونحرك هذا الازرار طبعا في الحركه في الاكس اكسس. بعد كده نقول ان الازرار ايضا تكون زي البوردر تماما، ولكن يعني الميتال هنقلل الميتال، ممكن نخلي ده بلاستيك و الرفنس 0.15، وده الباور نفس الكلام كذا. بالنسبة للكاميرا خلينا نختار، اضيف هنا بعض التفاصيل في الباك سايد للكاميرا، فاحنا ممكن نختار كل الفيسز هذه تمام، ممكن نضغط انسيت. بي انسيت بي هكذا، نختار البوردر، نضغط اكسترود، بالنسبة للقيمة تكون هكذا. طبعا هيظهر لنا ان في هنا فيس، لازم نحذف هذا الفيس هنا، هنحذف طبعا هذا الفيس، ونحذف الفيس اللي هنا ده كده. بعد كده نظهر ميرور، طبعا اكتر من اللازم، فاحنا ممكن ده كلام سليم. وطبعا ممكن نختار هذا البوردر شيفت دي سيبرت باي سيليكشن، ثم بعد كده نضغط جريد فيل، هنضغط ابلاي على ميرور، نتأكد ما فيش اي دوبليكيت فيرتكس. بعد كده اف 3 نبحث عن جريد فيل هكذا، يعني مش ده افضل شيء، ممكن نغير هنا الاوفست هكذا 4 و4 وليكن جي في الواي، وهنقول سوليديفاي بقيمة وليكن هكذا، وده كده عبارة عن أيضا جلاس. طيب بالنسبة للكاميرا في عندنا لون رمادي، وفي عندنا لون باللون الأسمر الميتال، وده كله باللون الرمادي.
خلينا نقول ان هنا roughness point one. بالنسبة للكاميرا التفاصيل ان ده كده هيكون بالكروم وليكن هكذا الصين، هنقول ان ده كده roughness 0.07. بعد ذلك في عندنا هذا اللون، الصين، يعني معقول، ولكن ده لو كان بلون فضي يكون أفضل أو ذهبي. فاحنا ممكن نقول إن ده ميتاليك ورفنس 0.08 ثم الصين. أيضا احنا عندنا هنا اللون ده يكون هكذا و الـ value roughness طيب كلام سليم. باقي عندنا الشاشة خلاص، هنقول ان ده كده باللون الكاميرا تكون باللون الأسمر. خلينا نشوف الماتيريال، طيب السكرين يو في، احنا عندنا في الريفرنس قلنا ده كده هتكون عندنا الايمج، فتقريبا عشان احنا مستخدمين الصورة دي للريفرنس فكان ظهر باللون البينك والله اعلم يعني. طيب في بعض هنا الاشياء اللي محتاجة تعديلات، يعني المكان هنا مش في المكان السليم، خلينا نختار ده كده يو جريد فروم فيو، نذهب الى اليو في ايتور سكيل، طيب يتبقى لدينا الباك سايد، طيب يتبقى لدينا اللوجو، فنضغط هنا نذهب الى اللوجو، ابسط طريقة نختار كده اللوجو هيكون هنا
ده عشان صيغة تي اي اف، فشرط اللوجو يكون صيغة بي ان جي. وفي عندنا طبعا هنا الكلام اللي هو بالنسبة لي الكلام ده، فاذا هنحرك سكيل جي في الواي، عفوا جي في الواي سكيل. ممكن نضيف ماتيريال ولكن هنضيفه هنا كأنه ستامب او ديكال. فمجرد فقط نذهب نختار يو بروجكت فروم فيو، هنضيف هنا image texture image في اللوجو، اختار هذه الصورة. select نذهب الى الشيدر اديتور ميكس شيدر ترانسبيرنت والالفا ها هنا. كلام سليم. بالنسبة إلى اللوجو عفوا احنا نسينا الباك سايد، فالباك سايد هنضيفه بطريقة بروسيجرال. فنذهب إلى الشيدر ايتور، هنضيف ويف تيكتشر يكون هنا رينجز كنترول تي، نستخدم الاوبجكت بالنسبة للرينج هيكون كل الباك سايد عبارة عن الماتيريال هذه. طيب ده بالنسبة لي الشكل الحالي. طيب احنا نضيف هنا بالنسبة لي الشيدر ايتور كنترول شيفت الواي، تمام ده المطلوب. ولكن نحرك في الواي ونحرك في الزد، طبعا هنضيف هنا سكيل وليكن 8 او 9. هنضيف ميكس ار جي بي، وهنا استخدم الشيكر تيكتشر كولر هنا
هنا color. ال color ده يكون بهذا اللون. هنا الوان وليكن زي اللون هذا. طبعا هستخدم multiply. فاحنا ضفنا التكر تكشر والويف، ضفنا هنا الاد كاميكس ار جي بي. احنا ممكن نستخدم طبعا البامب نورمال تو نورمال، ونستخدم هنا الويف لايت. هنقول ان distance هو ليكن 0.1 و ال strength هكذا. نرجع تاني للوجو، كنترول 1 يو بروجكت فروم فيو. هيكون عندنا هنا يو في ايمج ايتور، select all ونضيف image 2K. scale ونصدر ديات الفوتوشوب عن طريق سبورتيف UV layout UVs all UV 0.3 سبورتيف UV layout. هنيجي هنا على الشادر اديتور، هنضيف ميكس شادر، هنضيف البرنسبل ايضا، وهنا الايمج تيكتشر. بعد كده نختار الصورة اللي احنا انشأناها على الفوتوشوب. هذه الصورة اظن الصورة تكون في اليو في، مجرد لوجو والكلام. فهنضيف هنا الصورة تكون هنا في الايمج هكذا، والالفا ها هنا، هنا ايضا شيدر هكذا. طبعا ده اوتوماتيك الصوره بتكون ليها كوردينيت اللي هي اليو في. طيب خلينا نرجع تاني. كلام سليم. لكن بما ان ده كده الشكل الحالي، ممكن لو كان مفترض يبقى اصغر شويه، لكن احنا ممكن نعمل ده عن طريق ان نذهب الى اليو في، نختار الصورة هذه، نختار الكل سكيل. ده كلام سليم. ممكن نختار حتى مرة اخرى، نذهب. طيب دلوقتي كده احنا انشأنا الموديل بكل التفاصيل، مش محتاجين دلوقتي الريفرنس. نختار الكل، نضيف الإضاءة، نعمل رندر بسيط. فاحنا ممكن نضيف هنا كده MBT select objects، اختار MBT control B object،
طيب ده ممتاز جدا. rz وليكن 22، rz ماينص 22، ثم اختار object select objects او duplicate collection select objects rz وليكن 90، هنضيف كاميرا، الكاميرا تكون في الكام كوليكشن كنترول، وطبعا الأبعاد 1080 × 1080. حقيقة في كمية أخطاء في هذا الفيديو لأن الفيديو لم يتم مراجعته، لكن هنحاول نشيل الكلام ده في المونتاج. ده كده بدون اي افكت. طيب احنا دلوقتي في الايفي هنستخدم سايكلز، سامبلز، خلينا في نقول في ان في الريندر وليكن 300 بيرفورمانس، طبعا لو استخدم جي بي يو هيكون 256، لو سي بي يو هيكون 16. طبعا مهم جدا في الكاميرا هنا نكون هنقول ان الفوكال لينس وليكن هنا يكون 90، خلينا نقول 105 ملي. طبعا لو كان 20 هيكون وايد انجل، فرق شاسع بين الوايد انجل ده، احنا مش بنصور معماري لا منتجات، فلازم يكون من 90 105 أو 110، أعلى من 90 وليكن أو أعلى من 75، فرق شاسع. حتى لما نزود ففي يكون في كومبرس بيكون قريب من الأرسو، لكن 105 نشاف 105 أفضل. لسه ما ضفناش باك جراوند، هنضيف هنا البيفل، فايل سكيل. ان شاء الله الدرس القادم هيكون عن الايفون 14، ايفون 14 اللي هو النسخة الحديثة. فاذا الباك جراوند هيكون عندنا في جزئين من الباك جراوند، في لون باللون الاسمر ويكون في خلفيه شفاف. هنعمل اتنين ريندر، اهم شيء طبعا الاضاءه، فالاضاءه هنا يكون اريا لايت ار 90، هنقول ان ده كده 1000، ريكتانجل في الواي وليكن هنا 7 وهنا 2، نفس الإضاءة هنا ولكن بطريقة مختلفة، ألوان الإضاءة هنا يكون وليكن باللون ده باللون الأزرق، وهنا يكون في إضاءة إريا لايت وليكن 4 أو 3، 200 خلينا نشوف. طبعا الجلاس من الاشياء اللي بيكون فيها نويز، فاحنا هنضطر نزود طبعا السامبل. انا شايف ان الـ يعني الـ
الإضاءة ممكن نزود الإضاءة شوية. فبالنسبة لهذه الإضاءة نقول هنا 2000 والإضاءة هذه نقول يكون 500 باللون شايف ان ده مناسب. هنا نقول ان ده على حسب المود، خلينا نقول ان ده كده 3000. سامبلز فور ريندر تيست 500 تقريبا. دلوقتي احنا انتهينا من الفيديو، ولكن هيكون في نسختين زي ما قلنا، دي النسخة الأولى. النسخة التانية هيكون ترانسفيرت باك جراوند، بمعنى ان ده كده هيكون هنا فيزيبيلتي تو ريندر، بينما في الفيلم هيكون ترانسبيرنت. هكذا أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وإن شاء الله زي ما قلنا هيكون في عدة دروس عن البرودكت ديزاين في الحلقات القادمة.